مساكم الله بالخير. معانا في حلقة من حلقات مداخيل العافية، واللي فيها طبعا احنا نسوي بعض الأكلات اللي هي من قطر ومن الخليج. إذا تبي العيش تصير كل واحدة حبة وخبتة، كبر الجدر. هذه الكراعين، الحلو اللي بنسويه اللي هو الخنفروش. العيال عندنا يحبون فيها الشغلات القديمة، بنكون نغير لكم مرة كذي ومرة كذي. نشوف مرقوقتنا جهزت، مداخل العافية إن شاء الله.